السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوة الأخوات، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. دائما هذه المدارة ديال الحي الداخلة مسدودة، إلا كنت جاي من الداخلة بسبب أشغال متواصلة هنا. غنشوفوا الوتيرات الأشغال كي دايرة بالنسبة لهذا المقطع الطرقي اللي كيمتد من ممر تحت أرضي ديال تقاطع شارع عبد الرحيم بوعبيد مع الحي المحمدي اللي مكلفة به هي شركة أليك. لا بارتي الاخرى كلفة بها الشركه ديال جي تي ار. هذوك المسائل راه حطوهم معنا كما كتشوفوا هنا. هذا المقطع هذا وهذا، شوفوا الاشغال اللي واش كاينه فيه، ما كايناش الاشغال، كاين غير البابور ديال اللي كيدوز. ها هي شبيك عندك بسم الله ضد اليوم، راه اليوم لو 4/6 24 جوان. الطريقة باش خدمات عليك هي الطريقة باش خدمات جيت ميدان. هذاك داك الشيء اللي كنا قلنا لكم ديال كي تشارج هو اللي دار، اللي كيتحمل المسؤولية في هذه الخدمة هذه هي سميتو شو اسمه ساعة ميناجمون، هما اللي عطاهم لي نورم باش غيخدم. هذا المقر ديال هاد يونيفرسيتي بريفي ديال لا سونتي ديال لي بريفي دو لا سونتي اي دي سيونس، اللي خاصة لي الصحة و كيحيدوا النخل مزيان. هاد القضيه هادي الله ودي حيدوا النخل يا رب ودي، استجبوا للطلبات ديال المواطنين. هو النخل كيحيد، واه احسن حاجه هو يحيد هذا النخل. هذا راه اكبر كارثه كتعرفها مدينه اكادير، وكيديروا هنا النخل على الحال. حنا كاين في الجزائر ولا زاكوره ولا طاطا، انا ثاني راه شبه صحراوي، ولكن ماشي كاين الكويت. هاد لابارتي هادي كلها راه ديال أليك. هاد الممر تحت أرضي أصلا ما غير كيسوش، كل الجناب لا أعتقد أنهم غير كيسوهم. اليوم راه فيه الغيوم وكتكون الشمس، المهم الجو ما باينش. هو هذا الفيديو الاول اللي تبعوه اللي قعدت فيه حلقه كبيره بحول الله.